عسلامة، أنا محمد علي المازني، 19 سنة، تولدت وتربيت في رادس. اليوم في الفيديو هذايا باش نوريوكم رادس على حقيقتها. رادس راهي أكثر من ستاد وأكثر من قنطرة وأكثر من بلاصة كي جهة تبرك. دونك وصلوا بالكم معايا، ميرسي بوكو خاطر تفرجتوا. على عمرك قداش عايش مولود هنا في عمرك 600 انت اي بو عجل ما بو عجل بو عجل احنا اصلا احنا اصيل من مصر سعيد سعيد وصلوا ولاد سعيد على هذا فبينا كل ولاد سعيد معروفين لما فرقين في رادس فما في لوب وفي بني هلال لاقار في البلاد بقى ما ينتميوش لبعض ما فماش العرب جدود هذيك قبل في جيل احنا خمسة اخوان انا راسي اللي كونوا الجيل هذا كله هما اللي بنوا راد هذوما توا ايه مش اللوح ولا زرس هذيك من الشيخ بنية بزرس هذيك كانت بتاع بيات كل ديار عربي لا هذيك بنية قديمة وكل الدار بتاعها تعرفها هذوما زاد عارف زاد مع شريف مع زيد